عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شايفين فيديو جديد من ماينكرافت، وفيديو راح يكون تحميل مود EMC لماينكرافت الجوال نفس مود PC، تقريبا ما بختلف إلا اختلافات بسيطة. واللي تفهم كيف يجيب الأشياء والأشياء اللي بتنصنع منها يتابع أحد أعضاء بيكسل كرافت، وراح يفهم كل حاجة بهذا المود لأنه المود نفس PC. طيب يا شباب، قبل ما نبدأ الفيديو رسل لايك واشترك بالقناة و let's go. والإشي الأول يا شباب بهذا المود، انه ضيف لكم ثلاث أورات جديدة تقدروا تعمل منهم دروع وأدوات زي ما شايفين. والإشي الثاني في هذا المود يا شباب، هدول الأغراض الجديدة. هذه الساعة مثلا تخليك تقدر تتحكم بالوقت في السيرفايفل، وهذه الأشياء تقدروا تستكشفوها بنفسكم. وثاني شيء، هذه آلة التدبير الموارد، تضغط عليها ضغطة واحدة زي هيك تحطها راح تعطيك هذه الواجهة، ومن خلال هذه الواجهة بتقدر تدبل جميع الأشياء الموجودة في ماينكرافت من خلال الـ EMC. ولو جينا حاليا ندبل هذه بلوكة الدايموند راح نضغط عليها ضغطة على الشاشة، ما راح تدبل لأنه معك EMC، راح أقولكم كيف تجيبوه بعد شوية. وزي ما شايفين يا شباب، جبت EMC من الكرياتيف، تضغط عليه على الشاشة ضغطة مطولة راح يعطيك EMC. زي ما شايفين ضلك ضاغط على الأشياء اللي عندي، راح أقولكم كيف تجيبوها. ولو فتحت هنا عندك راح تلاقي نقاط EMC عندك. وبعد ما حطينا EMC لو ضغطنا على الدايموند ضغطة على الشاشة راح تتدبل معنا حسب عدد النقاط المطلوب انك تدبل عشان تتدبل معك. وعشان تعرف كل بلوكة كم تحتاج لك عشان تدبلها، افتح الانفنتوري راح تلاقي على كل بلوكة، يعني مثلا الدايموند 73,000 EMS، الجولد 20,000، الايرون 20,000، الامرالد 147,000، الفحم 1,100 زي ما شايفين. ويا شباب، هذا المود ما بدبل بس البلوكات، تقدر تدبل جميع الاشياء الموجوده في ماينكرافت حرفيا، بلوكات وادوات ودروع ويعني افران وحاجات تانية زي التوتم والاورات العاديه. وحاليا يا شباب راح اقول لكم كيف تجيبوا EMC في السرفايف. ويا شباب، عن طريق هذه الافران تقدر هذه الافران تولد لك EMC. زي ما شايفين بتعطيك كميات كبيرة، ولكن هي فيها بتعطيك 64 EMC، ولكن تعطيك كميات كبيرة من هذا الشيء. وبس يا شباب، زي ما شايفين هذا كان مود EMC، انا ما شرحته بشكل كامل، اترككم تستكشفوه بنفسكم لانه كبير جدا. ورابط المود راح يكون في الوصف. وبس لايك واشتركوا في القناة، وبس السلام عليكم.